أنا نضال حسن الحاج، مولودة 17/10/1988، أم لطفلين خالد وأجمل كريم. بكتب شعر من عمري 10 سنة، أول حاجة كتبتها، وبكتب أعمدة صحفية. قريت أحياء، قريت مختبرات كيمياء، ومؤخراً تخرجت من كلية الطب بفضل الله. يمكن دي معظم الجوانب اللي بتخص نضال، نضال حسن الحاج دي. الجانب الآخر، نضال حسن الحاج الإنسان، اللي هو أنا مهتمة بالعمل الطوعي وبحبه جداً، بلقى روحي فيه. بالنسبة للطب، الحاجة فعلاً في الفترة، مع إنه شوفي أنا بديت الدراسة بسكات شديد، سنة أولى انتهت بمنتهى الصمت، إلا الناس القراب لي شديد حتى. سنة تانية انتهت برضو بشيء من الصمت، إلا الناس اللي حواليني في الجامعة كلموا الناس التانين. سنة تالتة اللي هي كانت أصبت فيها بكورونا، كانت شوية الناس بدت يعني في أثناء نقل الخبر بتاع إنه أنا عيانة، كان بعض الناس بيتساءلوا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني إنها هي مش بتقرأ طب وكده، فشوية برضو بدت لآذان بعض الناس تنتقل فكرة إني بقرأ طب. سنة رابعة نزلت فيها أول راوند لمستشفى، أول مرة أنزل حاجة عملية في مستشفى ولاقي العيانين وش لي وش. عندي قصص كثيرة جدا مع المستشفيات وأنا طالبة، إحساس مرات ببكي ومرات بتبسط ومرات بحس إنه دي الحاجة اللي أنا دايراها. لما جات سنة خامسة برضو كنت بعيدة شديد من حتى يعني برامجي وقفتها ونشاطاتي وقفتها، وأنا زول اجتماعية نشطة جدا، وقفت حتى نشاطاتي الاجتماعية وسردبت ليل وم زي ما بيقولوا أهلنا. سنة خامسة كانت صعبة جدا علي، بالذات السمستر الأخير كان كريم أخذ عيا طويل أكثر من شهر، وأنا بقيت في حالة غياب، الحاجة دي خلتني بعيدة. لما جاءت النتيجة بتاعت السمستر الأخير ده بعد التخريج في جزء من الناس أصحابي القراب يعني أصدقائي شالوا الصورة حقتي اللي أنا خدتها في الواتساب، الرقم طبعا الناس وما كتار، فشالوها وهنوني في صفحاتهم. أنا بقيت كده مضطرة إنه أنزل في صفحتي إنه أنا اتخرجت. الحاجة دي بفضل الله أنا ما توقعتها تمشي يعني ما شاء الله تبارك الله وتكون ترند وناس مبسوطة والدعوات وكذا. وفي طبعا الناس الجانب السلبي بعدين حاجة أفصل حاجتهم، لكن زي ما قلت في الأول إنه أي درب ما في ناس بيعينوا لك نظرة بتاعت نظرة سلبية، إذا راجع خطواتك تحسس أنت بتعمل في شنو، لأنه الناس السلبيين ديل هم اللي بيدوك مقدرة على إنك تتحدى صعاب أكبر جاي لي قدام. أنا بحب جدا دعوات الناس، بحس إنه 3/4 اللي أنا فيه يعني دعوات، نسأل الله إنها تدوم وتلقى طريقة للاستجابة. كدي وغني فوق كريم يا نضال، الفارس قلبي في الشط مجرنا، كدي وغني لكريم يا نضال، الفارس قلبي في الشط مجرنا، كدي وغني جرنا، كدي وغني للفي نظم متاني يا نضال، الفارس قلبي في الشط مجر لو كذي وغني لكريم يا نضال. سبحان الله، قدر الله انه يجي كريم اللي هو تاني فرحة. كريم يمكن لانه انا كنت برا كان من بدري عندي وعي تام انه حتكون في مشاكل حواجهها كأم، وحيواجهها هو كطفل او كشخص يعني. كان في يدي ويد ابوه قرار انه هل هو حيتولد ولا لا، فكان الاختيار يعني والحمد لله رب العالمين انه خلاص احنا حنواصل يعني، مع انه كان راي الدكاتره غير كده انه ما ينفع انه يتولد، فلانه كان متوقعين حاجاته اخطر من اللي عنده والحمد لله. فوقتها قلت دكتور هو امريكي، قلت له انا يعني كانت المترجمه معي برضه طبيبه سودانيه ربنا يديها الصحه والعافيه، فقلت له انا، قال لي المستحيل ومستحيل وما حيتنفس ولما يتولد حيحصل،
فقلت لها والله قادر، دي الجملة اللي أنا قلتها يعني. فالدكتورة قال لها يعني شنو؟ قلت له وقالت كده. فقام قال لي، قال لها دي شنو البنت صغيرة جايبة الإيمان ده كله من وين؟ فالحمد لله بفضل الله الأوقات اللي أنت بتنتصر فيها ثقتك في ربنا على انهزامك قدام معطيات الحياة، في الوقت ده ربنا بينصرك بقدرته يعني. والحمد لله الذي غلبت قدرته رأي الدكتور، وكريم طلع كويس الحمد لله، وصرخ زيه زي طفيل. وبعد ذاك الحمد لله لما كريم عمره شهرين أنا نزلت شهادة سودانية عشان أمتحن، وامتحنت شهادة سودانية وجيت السودان وقعدت سنة عشان بس أرتب له وضعه لأخوه ينزل المدرسة، ونزل علاج طبيعي كريم. بعد ذاك حسيت إنه أنا كأم دوري ما بيقف هنا، بس أنا كأم محتاجة إنه لما أمشي لأطباء يتكلموا عن حالة كريم، مفروض أكون أنا عارفة هم بيقولوا في شنو، مفروض أكون عارفة المتوقع اتجاه أي حاجة نعملها. الأطفال زي كريم بيتعرضوا لالتهابات متكررة، عدوات متكررة، ضعف مناعة، مشاكل كثيرة، محتاجة أكبر من أم واعية، محتاجة أم عارفة واعية في ذات الوقت. ده اداني قوة أكبر إني أنزل طب. والحمد لله رب العالمين، يمكن في كل لحظة، أنا في سنة أولى امتحنت السمستر الأول وكريم راقد مستشفى، أنا امتحنت 9 مواد، كنت ما بنوم 3 أيام متواصلة ما بنوم، بكون مسهرة مع كريم، بصحى الصباح بمشي الامتحان، بجي باقي اليوم بحاول أقرأ الامتحان اللي بعده. لما جات مادتين فاضل ونخلص، لقيت إنه أنا ما عندي قدرة، أنا قارية وأنا حافظة وأنا مسمعة وأنا ما قادرة أكتب، لأنه السهر تقريبا خلى ما عندي تركيز. الحاجة دي خلتني أشيل مادتين بديل. بفضل الله لما طلعت النتيجة أنا كنت 7 الدفعة والحمد لله رب العالمين. ففي اللحظة ديك أنا عرفت إنه ما داير كده، مش هسي كنا قويين. من اللحظة دي كان عرفت إنه ما في حاجة، يعني الإنسان إذا حس إنه قادر ربنا اداه القدرة بمشيئة الله، ما في حاجة بتهزمه. كنت كل ما أشوف كريم بيبكي وبيصرخ وما قادر ينوم وتعبان، بحس إنه أنا واجبي إنه أقدر أشوف إذا حصلت الحاجة دي وما في دكتور أنا هعمل شنو. فالحمد لله رب العالمين كانت نتيجة سمحة، وكنت ببكي يعني لما جات النتيجة. اتصلت لمحمد اخوي الله يديه الصحة والعافية، قلت له محمد النتيجة طلعت. قال لي وانا ببكي، فقال لي في شنو؟ انا ببكي ما قادر اتكلم، بقول له النتيجة. بقول لي يعني شو يعني ضال؟ انت الظرف اللي انت مريتي به لو ربتي السنة ما 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 كعب. الظرف اللي انت مريت به مقدر، في ناس ما بينجحوا وهم عندهم مسؤوليات، وفي ناس يعني لسه انت قادرة. فهمت قلت له انا مش ما نجحت. قال لي طيب مالك؟ قلت له وانا جيت 7 الدفعة او 8 الدفعة تقريبا. فقام برضه اتخنق يعني، العبرة خنقته، وقال لي دي اختي اللي انا بعرفها بتطلع قوتها من قمة ضعفها. كريم كان نقطة الضوء اللي ورتني الدرب لدراسة الطب. في النص لقيت كثير من الحالات اللي يمكن انا اعتقد انه ربنا اداني كريم لحكمة يعلم الله، لكن لأدوار تانية منوطبي إني أقوم بها. أنا في سنة ثالثة فكرت في منظمة قدرة للأطفال ذوي الإعاقة الدماغية، وكانت تاني منظمة تسجل على مستوى السودان تحديدا للأطفال ذوي الإعاقة الدماغية. منظمة قدرة ما كان حاحس معاناة الناس دي صراحة، مهما كان حسي ورقتي وإنسانيتي ما لم أكون جزء من معاناتهم. أنا لما جيت كنت حاسة إنه صعب إنك تلاقي دكتور أخصائي بتاع مخ وأعصاب، حاسة إنه الحجز لدكتور طويل عشان تحجز، حاسة إنه الدواء عشان ألقاه وأنا بلف كتير عشان ألقى الأدوية بتاعتهم، العلاج الطبيعي حتى عشان أمشي مركز كويس عالج فيه ولدي علاج طبيعي وقروشه كتيرة. طيب أنا قادرة، في ناس ما قادرين. طيب أنا عندي علاقات بقابل الدكتورة سريع، طيب في ناس ما عندهم. مشيت مستشفيات لقيت الأمهات راقدين في الأرض عشان يجي دورهم للدكتورة بكرة يلاقوها. الحاجة دي حسيت إنه أنا ما عندي قيمة كإنسان إذا أنا ما عملت حاجة في الموضوع، وفكرت فعلا في منظمة قدرة. الحمد لله شهر 9 سنة 2021 تسجلت منظمة قدرة بصورة رسمية،
كنت مستمرة يمكن في تبني حالات بدون المنظمة بصفة شخصية. حسيت المنظمة يمكن توظيفها بصورة أكبر باعتبار أنه أنت كده ليك الحق أنك تشيل الناس ديل تسمو بحوجاتهم لقضاء من جهات هي أصلا منوط بها أنها تقضي حوجاتهم، بس أنت ناطق باسمهم. والحمد لله يمكن الآن سنة وأربعة شهور أو خمسة شهور المنظمة لا زالت مواظبة مع عدد كويس من الحالات. دم الحاجة اللي أنا دايراها لها، لكن ده كان المتاح بحكم أنه أنا مكرسة معظم جهودي للبيت وللقراية. لكن بإذن الله أعتقد أنه كل الأهداف اللي أنا خطيتها للمنظمة بإذن الله حتحقق. ودي برضو دعوة لكل الناس اللي في قلوبهم خير إنها تحاول شوية تسمو بروحها عشان تهابش حوجات الناس اللي ما قادرين. صعب إنه الإنسان يولد له طفل ما قادر يعني يكون زي إخوانه، صعب على الطفل إنه يعيش ألم إنه ما زي إخوانه، لكن الأصعب من كده إنه أنت كأب أو أنت كأم تكوني ما قادرة تجيبي حاجة لطفلك، الحاجة دي هي مسألة حياة أو موت. في أطفال ماتوا عشان في علاج ب 1200 جنيه ما تلقى تشنج لحد ما ماتوا. ففي قصص كثيرة الزول بيحسها أفلام هندية لكن والله واقعية جدا. في أمهات ربطوا أطفالهم، وأنا شفت الحاجة دي شاهد عيان عليها، لأنه ما لقوا العلاج بتاع يعني في علاج محدد بيدوا للأطفال ديل ما تلقى، ما غالي لكن ما في. فلكده جات قدرة، ولكده جاء الطب، ولكده كريم بقى الله يديه الصحة والعافية نقطة ضوء وراني طرقات كثيرة ما كان ممكن أبصيرها لو ما جاني كريم. أكون مثال للتوعية، ما أقول يا أخوانا أولادكم أمرقوهم وأنا داسة ولدي، يا أخوانا ما تخجلوا منهم وأنا ما قادرة أواجه. أنا كنت ضد فكرة أنه أطلع صور أولادي لأنه دار لهم حياة بسيطة ما معقدة، حياة فلان ود فلان دارهم هم يصنعوا طريقهم وشخصياتهم، وبرضو ده رأي أبوهم قبل رأيي. لكن أحيانا بتحس أنه الحاجة دي إيجابيات أكبر من سلبياتها. حسيت انه ممكن اتعامل بانانيه اذا حسيت ده كريم ولدي ما داير الناس يشوفوه، مع انه انا خالد ما قاعد اصوره كثير، لكن حسيت انه كريم ممكن يكون صورته معي الهام لامهات كثيرات قاعد يطلبوا لاولادهم في البيوت ويطلعوا المناسبات ويقابلوا الناس، بيدسوا اولادهم لما يجوا الضيوف ما بطلعوهم لهم، لما يجوا الخطاب للبيت بيدسوا الطفل الداون سيندروم وغيره عشان الاسره الجايه ما تعتقد انه من اول مره انه نازل عندهم الحاجه دي كانها وصمه. فعشان انا الناس تحس انه كلامي صادق انا يا هو بعمل كده. بالعكس انا فخوره جدا جدا، مرات بحس انه خالد بحب كريم جدا، ربنا يديم محبته ان شاء الله، لكن مرات بحس انه انا زي كانه شويه شايله من حق خالد في انه انا فخوره بكريم شديد. فخري من كريم منبعه انه رساله، وانه انا فعلا انا حاسه انه انا حباه جدا، وحاسه انه حاجه عظيمه جدا انه كريم يجي. وفي ذات الوقت حاسه انه مسؤوليتي اتجاهه اكبر من مسؤوليتي اتجاه خالد باعتبار الوعي، قدر الوعي القاعد يعني بالسن الطفولي اللي فيه خالد واللي فيه كريم. البحث بتاع التخرج انا كأم وعندي منظمه بتاعه الاطفال لاصحاب الاعاقه الدماغيه، عندي علاقات كويسه بالناس بتاعين العلاج الطبيعي، نقوم نعمل عنوان البحث عن the effect of physical therapy على الاطفال بتاعين السيريبرال بالسي. فقام قلت لي الله العنوان ده رهيب والفكره حلوه وكده، وانا متاكده انه لانه انت عايشه التجربه وكده حتقوموا تعملوا حاجه كويسه. بقت المشكله انه كيف انه نحن نلم المعلومات. الناس برضو رحبت شديد بالفكره، الجروب ربنا يديهم الصحه والعافيه الدكتورات اللي معي. وبفضل الله البحث فعلا تعبنا شديد، يعني الناس لما خلصت حاجاتها نحن كنا بنعاني عشان نشتغل. حتى اخترنا الطريقه اللي اخترناها اللي هي الانترفيو، كان سهل انه تجمع الاستبيان اونلاين، لكن كنت دايره الصدق بتاع الاستبيان اكثر من انه يعني انا حاسه انه دي مسؤوليه لي انا كأم اكثر من انها حاجه حتخرج بها والسلام. فالحمد لله رب العالمين عشت برضو ايام عصيبه وكل البنات اللي معاي، لانه كنا ما بننوم ما قرينا كويس للماده اللي معاها. والحمد لله رب العالمين يمكن البحث نال اعلى درجه على مستوى الكليه. في مرحله من المراحل انا حسيت انه لما وصلت سنه رابعه اي زول يسالني يقول لي حتتخصصي شنو بقول له قسم ذاته ما دايره ادي وبس اني اتخرج خلاص وصلت مرحله الصفر الاحتمالي. فالحمد لله لما جات فرحه التخريج وخلاص احنا خلصنا وكده، انا بعدين هحكي لك فرحه النتيجه.
انا بديت قبل ما اتخرج برتب لانه طيب ما بعد التخرج باذن الله حيكون شنو الطب. يمكن معظم الناس اللي قروا الطب يوافقوني على الراي ده، انه هو بيجرك، ما بديك مساحة انك تختار، انت بتحس انه انت ماشي وانت مبسوط وانت بتتجر كده جر وانت مبسوط يعني مستمتع. فكنت حاسة انه خلاص يعني حد هنا وانا كده اتخرج. اول ما اتخرجت او قبل ما اتخرج انا يمكن السمستر الاخير بديت ارتب لانه هما بعد التخرج انا هعمل شنو، لانه نرجع لنقطة الاولى انه الطب بيجر الزول. ف يمكن اخر حاجة كنت افكر اني اتخصصها جراحة، مع انه كان السمستر الاخير يعني. فلما تخرجت بدأت أفكر فيها إنه طيب الجانب اللي أنا ذاتي اللي عشانه دخلت الطب وبحث التخرج كان عنه، من ياتو منفذ ممكن أنا أخدمه بصورة كويسة؟ هل هو منفذ المخ والأعصاب أطفال اللي هو طبيعي إنه أنا أتخصصه كزولة شايلة هم القضية دي؟ فحسيت إنه لا، أنا ما بقدر أقدم كتخصص مخ وأعصاب أطفال لا لكريم لا لأخوانه. لكن الحتة الثانية ممكن أنا أقدم فيها بتجربة شخصية وبجهدي أكبر حاجة واحدة لسه تحت الدراسة، اللي هي زراعة الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية يمكن للناس اللي ما عندهم معلومة إنه خلايا محل ما أخذتوها في مكان بتاخد طبيعة المكان، بتشتغل شغل الخلايا اللي كان مفروض تكون في المكان. الحاجة دي لسه تحت الدراسة في معظم البلدان، لكن اتطورت وبدوا يشتغلوها برا. حاجة هي وشفع فريقنا ورشة الغيم في سباق، حاجة زي رحمة وهداية في قلب طول عمره شاق، هادئة زي وش طفلة نايمة وماشية بسرعة براق.